كاينين الناس يعني ما كيخافوش الله، على 10 ديال الدراهم الله يستر يقدر يقتلك، يقدر يضربك، يقدر السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى من الله تكونوا ان شاء الله بخير وعلى خير. مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا الفيديو بغيت نعطيكم واحد المعلومه وواحد النصيحه. كاين الناس اللي عارفينها وكاين الناس اللي ما عارفينهاش، وكيطيحوا بزاف في هذا الفخ هذا وهذه المشاكل. بغيتكم تردوا البال من دوك المواقع ديال البيع والشراء ديال السيارات المستعمله، بحال افيتو، بحال الفيسبوك، بحال المنصات الاخرى اللي كاين على لي سيت ويب في المغرب. طبيعه الحال كنهضروا غير على المغرب. هاد المواقع هادو اول حاجه كيوقع فيهم النصب، ثاني حاجه كاين فيهم بزاف ديال الناس نصابه لا علاقه لهم مع البيع والشراء ديال السيارات. كيفاش تحضيو راسكم؟ حيت هاد المشاكل هادو وقعوا لواحد السيد، واحد الصديق ديالي، بحال الاخ ديالي، هو من دوك النواحي ديال وجده. المشكل اللي كيوقع شنو هو؟ هو انك كتدخل دوك المواقع ديال البيع والشراء بحال افيتو، بحال ماركت بلايس ديال الفيسبوك او شي حاجه بحال هكا، كتلقى حاط تماك سياره في اعلان، حاط كيبيع سياره في اعلان، هذا ماشي نصاب ولكن نصاب بواحد الطريقه اخرى. كيبيع سياره موديل كذا وكذا، ما كاذبش ما حتى شي حاجه، ولكن فاش كاذب؟ كاذب في هذيك الكلمه اللي كيقول لك سياره نقيه، سياره مزيانه. والمشكل هنا فين كطيح انت في المشكل؟ مثلا كطيح في المشكل انت كاين فاس والسياره كاينه مثلا في طنجه، او انت كاين في الناظور والسياره مثلا كاينه في فاس. فهادو هما بزاف ديال الناس كيطيحوا في هذا المشكل هذا. المشكل الاول كتشوف السياره، كتشوف التصاور ديالها، من طبيعه الحال التصاورات كيكونوا ديال ديك السياره ماشي في ذاك الوقت الحاضر، يعني ديال البيع ديالها في ذاك الوقت الحاضر، دوك التصاور كيكونوا قدام عند مولاها، كيحطهم تماك باش يجلب الناس، يعني يشريو عليه ديك السياره، باغي يتفك منها باي طريقه. كتهضر معاه نتايا مثلا، كتدخل كتدي الرقم ديال التليفون ديالو، كتقول له خويا السياره واش نقيه كذا وكذا، هادي كيقول لك ياه السياره نقيه المليح، هكا بهذا المعنى، هادي كيقول لك السياره المليح، العموريه، السياره نقيه مزيانه، ولكن في الواقع السياره ماشي مليح، ماشي مليحه. كتلقى الكاروسري منكول مسوس، لا لقيتي فيها، كتلقى فيها الموتور باقي واقف، هو عند بالو هذيك هي السياره اللي من كيقولوا المليح والعموريه، يعني الموتور ديالها باقي نقي فيها ما تجبد، الشاسي كله مهرهر مهري شارف، واكل الدق واكل العصا. فانت يا شنو كدير؟ كما دار داك الصديق ديالي، ضرب واحد المسافه طويله، مشى حتى لكازا وشاف السياره، شافها غير من البعيد في البلاصه فين كاينه، وهرب، هرب من تماك، علق ولا بحالو الوجده. فالانسان خاصو يرد البال، ما تمشيش تعذب تضرب مسافه ديال الطريق وتخسر المركوب ديالك وتبطل النهار ديالك ديال الخدمه، علاش؟ على واحد الانسان حمار شفار كذاب، كيبغي ينصب على عباد الله، عنده سياره بقات ليه هو لاصق عليه في عنقه، بغى يتفك منها، وجالس كيكذب على عباد الله. المليح النقاء، فسياره مليح والنقاء راه ماشي الموتور هو اللي خاصو يكون نقي، السياره خاصها تكون نقيه من السبرديله ديالها اللي لابساها اللي هما البنوات، حتى السقف ديالها ديال الداخل، خص السياره ديك من كيقولوا النقاوه والعموريه. الا جينا نهضروا على العموريه وعلى المليح، فهذا هي المليح والعموريه، العموريه خص تكون العموريه ديال بصح من الجوانط حتى الليفار ديالها. الحاجه الاخرى اللي بغيتكم الاخوان تكونوا ناس مطورين ومريقلين، مثلا سواء كانت سياره نقيه سواء كانت سياره كيف ما كانت، وحضيو راسكم من دوك السيارات اللي كيكون الثمن ديالهم من 8 ديال المليون الفوق، وانت يا طالع مثلا كاين انت يا فاس، السياره كاينه في كازا، هاودني منك تهز معاك الفلوس وتمشي انت يا غير بوحدك، شاد الكار وغتمشي تشوف السياره. فالاخوان النصيحه اللي نعطيكم، اولا فاش تبغي تمشي تشري السياره ما تهزش معاك الفلوس كاش في الجيب، ديما يكون عندك واحد الحساب او كونط
ديالك او ديال خوك اللي غادي يمشي معاك او شي حاجه، ديما ما تهزوش معاكم الفلوس، هزوا معاكم الفلوس شي حاجه قليله، 1000 درهم، 4000 درهم، 3000 درهم، معليش. هذاك الشيء اللي غادي ديرو. وعاودني منك تمشي بوحدك، ما تمشيش بوحدك، ديما دي معاك جوج ديال الناس، تكونوا نتوما ثلاثه بكم. سيروا الا كانوا الا كانت البلاصه فين كاينه السياره بعيده. تاني حاجه، ملي تعيط لمول السياره في هذه الدنيا والزمان الانسان ما يتيقش، ملي تعيط لمول السياره او يعيط لك يبقى كل مره كيسولك فين وصلت يا خويا فين هادي، ديما ما تعطيش الراس ديال الخيط، قول له راني قريب. وملي توصل قول له اخويا فين غادي نجي عندك، ما تقولوش هالبلاصه فين راني كاين انايا، حاول حاول يعني هو يقول لك فين راه. وملي توصل لديك البلاصه فين كاين هو، ما تقولوش انا راني قبلتك ولا انا راني وصلت، ديما ميزو بنادم، واش بنادم بوحدو، بنادم من البعيد كيبان ليك، واش ولد الطاصيله ولا ولد الحرام، واش شي شفار، واش شي انسان يعني يقدر يلعب لك شي قالب ولا شي حاجه. حيت هاد المشاكل هادو طاحوا فيهم بزاف ديال الناس، وهاد الناس هادو يعني كنعرفهم ومن الاصدقاء ديالي، وكاين هاد المشاكل هادو طاحوا فيهم الناس. عندي متتبعين حتى في القناه تشكاو لي من هاد المشكل هذا، وقلت نشارك معكم هاد الفيديو هذا باش تردوا البال الاخوان وما تيقوش الانسان يبقى يرد البال. كيف ما قلت لكم، مشيتي تشوف سياره دي معاك خوك صاحبك او دي معاك صاحبك وميكانيك، المهم تكونوا جوج ولا ثلاثه ديال الناس، ما كايناش الثقه الا كانت البلاصه بعيده. كاع الا كانت البلاصه غير في مدينتك فهانيه، في مدينتك هانيه، سير انت بوحدك ما غاديش تخاف كاع، علاش؟ انت عارف المدينه ديالك وعارف الناس اللي كاين في ديك المدينه ديالك وكذا وهادي وهادي. ولكن مثلا ملي كتكون شي بلاصه او كتكون شي مدينه خارج المدينه ديالك، وانت هز معاك الفلوس كاش وغتمشي انت بوحدك، فإلا قدر الله، الله يحفظنا ويحفظكم، كاينين الناس راهم ولاد الحرام، وكاينين الناس نصابه، كاينين الناس يعني ما كيخافوش الله، على 10 ديال الدراهم الله يستر يقدر يقتلك، يقدر يضربك، يقدر يضيعك في حياتك. الناس كاينين في هذا الوقت راه كيهمهم غير الفلوس. وكيف ما قلت لكم، ملي تبغي تشري سياره رد البال، ما تغركش ديك الكلمه ديال المليح سياره مليحه، وسيرتو الى هو كيقول لك سياره مليحه وهي الثمن ديالها طايح. في الحاجه اللي كتكون مليحه فالثمن ديالها راه باين، والحاجه اللي كتكون مليحه والثمن ديالها طايح عرف بانها كاين فيها شي قالب، اما القالب اللي فيها الله يستر غتكون قاتله شي واحد، اما القالب اللي فيها الله يستر غادي يكون مبحوث عليها من رجال السلطه، او الله يستر تكون دايره شي مصيبه، او ديك السياره كانت خدامه في التهريب. كاين بزاف ديال المشاكل الاخوان انتم ما كتعرفوهمش، ولكن حنايا كناس عارفين كنبهوكم لهذا الشيء هذا باش ما تطيحوش في هذا الفخ الاخوان. وكنتمنى يعني تكونوا كتستافدوا من هذه المعلومات هادو، وسمحوا لي طولت عليكم الفيديو، والله يعاونكم حتى لشي فيديو جاي، وبارطاجيو المعلومه مع الناس اللي ما عارفينش، والله يعاونكم الخوت.